عربية وأوروبية عدة الاعتداءات التي استهدفت باريس مساء الجمعة، مؤكدا تضامنها مع الشعب الفرنسي ورفضها لهذه الأعمال الإرهابية ووقوفها إلى جانب فرنسا في مكافحة الإرهاب حتى القضاء عليها. من جانبها أدانت السعودية الاعتداءات وعبرت عن استنكارها الشديد للأعمال والتفجيرات الإرهابية التي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين. الخارجية السعودية قدمت تعازي المملكة إلى أسر الضحايا وإلى فرنسا، وأكدت السعودية على ما سبق أن أعربت عنه من ضرورة تكاتف المجتمع الدولي ومضاعفة جهوده لاجتثاث هذه الآفة الخطيرة والهدامة التي تستهدف الأمن والاستقرار في أرجاء المعمورة كافة. عمل غير إنساني، عمل إجرامي، عمل بذري لا يتماثل ولا يتمع أي ديان فوقله أو ديانات، ونحن نستهدف هذا بشدة. والمملكة العربية السعودية كما تعلمون حثت المجتمع الدولي ولا زالت تحث المجتمع الدولي على تخفيف الجهود وتوحيد الصفوف من أجل المكافحة الإرهاب بأي شكل. كما أدان دولة الإمارات العربية المتحدة الاعتداءات معربة عن استنكارها الشديد لهذا العمل الإرهابي مبدية تضامنها مع فرنسا. وفي القاهرة أعلنت الخارجية أن مصر تعرب عن ثقتها الكاملة في أن مثل هذه الأحداث الإرهابية لن تضعف عزيمة الدول والشعوب المحبة للسلام، بل ستزيدها إصرارا على مكافحة الإرهاب ودحره. وجاءت الإدانات من عمان والكويت وقطر والبحرين مستنكرين بشدة العمل الإرهابي الشنيع. أما عن ردود الفعل الدولية فقد دان الرئيس الأمريكي باراك أوباما الاعتداءات الإرهابية، مؤكدا تعاون بلاده الكامل مع فرنسا لتوقيف مرتكب الهجمات. واعتبر أوباما أن الاعتداءات الدامية التي شهدتها باريس ليست فقط اعتداء ضد باريس، بل اعتداء ضد الإنسانية جمعاء وقيمها العالمية. من جهتها أدانت تركيا التي تستضيف قمة العشرين الهجمات في باريس، وقالت إنها جريمة ضد الإنسانية وإنها على استعداد للتعاون الكامل مع باريس وحلفائها في مكافحة الإرهاب. كما وصف الأمين العام للأمم المتحدة الهجمات الإرهابية التي وقعت في باريس بالهجمات الخسيسة، وأيضا روسيا هي الأخرى أدانت الهجمات، وعرض الكريملين مساعدة فرنسا في التحقيق. كما أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن صدمتها الشديدة جراء العمليات الإرهابية، كما أبدت تعاطف الشعب الألماني وتضامنه مع الحكومة الفرنسية. وكان قد قتل أكثر من 120 شخصا في اعتداءات غير مسبوقة في باريس تخللتها عمليات إطلاق النار واحتجاز رهائن وتفجير انتحاري، وتمكنت القوى الأمنية من قتل 5 من منفذي هذه الهجمات.